باسل خياط، تيم حسن، قصي خولي، مكسيم خليل، وباسم يقول الخمسة بنفس المستوى. الخمسة بنفس المستوى برقم واحد ولا برقم خمسة؟ والله الخمسة بنفس المستوى بشرف، والله العظيم الشباب جيل واحد، عمر واحد، كلهم بيشبهوا بعض. من ناحية طب الصداقة بينهم، من الأقرب لك منهم؟ الأقرب كصديق إلى قلبي. اتصل عليك ما تقدر تقول له لا؟ الحقيقة يعني قصي وباسل من المقربين، بس أنا بحب مكسيم أكثر حدا فيهم. مع أنه باسل كوميديا يعني حيضحكك بالتليفون لليل. إيه بس أنت عم تقول لي الأقرب والهي، أنا كل واحد له مكانة عندي. بس مكسيم ليه؟ شو السبب؟ حقيقي كتير. حقيقي؟ يعني واضح. كتاب مفتوح يعني بالنسبة لك؟ أي طبعا. إذن قصي صير توب تو من بعد مكسيم. هلا بانت، بلشت تبان معنا في شيء صورة أخرى؟